نحن الآن متواجدون بساحة أول ماي من أجل نقل فرحة المواطنين عقب فوز المنتخب الوطني ضد المنتخب القطري في نصف نهائي كأس العرب. أخي واش تقدر تقولنا؟ مبروك على الشعب الجزائري، إن شاء الله ندو هذه لاكوب مونديال دارب والعقوبة الكوب دي موند إن شاء الله. الحمد لله فرحة الشعب. مازال ان شاء الله بخير خويا العزيز. السلام عليكم. مبروك. اظن انك انتقلت من ماشي فين فرنسا. جابيتون فرنسا، جو فرنسا، شو ان الجزائر ان مومون اون فاكونس. والله شو تري 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 كونتون. الحمد لله نو اون ميريت، اون ميريت بوكو بلوس، اون ميريت دالا اون كوب دي موند. ان شاء الله كون غان لا كوب دي موند ان شاء الله. والله يا عشنا على العصب. يعني ماتش واعر راه واعر، وانما احنا فرحونا. الله من الاغواط حبيت نتفرج هنا الماتش والحمد لله ربحنا ومبروك علينا الحمد لله والعقوبة الله فينا. وانا جايين يا تونس استناو. كيفاش عشت اجواء المباراه؟ روعه ما شاء الله. والله ما شاء الله الحمد لله فرحونا الحمد لله. والله انا فرحانين بزاف. العقوبه شنو الاجواء تاع المباراه؟ متنا بالخلعه سورتو 9 دقائق الاخرين. كارثه. مبروك علينا وان شاء الله لا فينال. حنا مع تونس خاوه واللي يربح بصحته. نقول لك ان شاء الله يجيبوها معاهم ويجيو. مبروك عليهم، راني فرحانه بالجزائر، راني فرحانه بهم. الله غير داروا مقابله مليحه ونشكروهم على المجهود هذا اللي داروه. ولعقوبه ان شاء الله النهائي.